خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي توجيهات رئاسية بدعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزي بحضور كل من جمال نجم ورامي أبو النجا نائبي محافظ البنك. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض التطورات المالية والنقدية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتعامل البنك المركزي في هذا الإطار. وأوضح محافظ البنك المركزي أن المؤشرات عكست قدرة الدولة على عبور تداعيات كورونا لتحافظ على استقرار مؤشراتها المالية والنقدية طبقا لأرقام وبيانات ميزان المدفوعات للعام المالي الماضي 2019-2020 والذي شهد استقرار أسعار الصرف ونسب التضخم وذلك مقارنة بالدول الناشئة. ووجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلية وتمويل عملية التنمية لتحقيق الأهداف المرجوة وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين. وفي هذا السياق استعرض طارق عامر ما قام به الجهاز المصرفي المتمثل في قطاع البنوك خلال الفترة الماضية في ظل انتشار جائحة كورونا والذي نجح في ضخ حجم سيولة ضخم في السوق المحلية لتوفير النقد الأجنبي والمحلي إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية، مشيرا إلى مضاعفة حجم القروض المحلية خلال العام المالي الماضي مقارنة بالمعدلات السابقة، فضلا عن تعزيز دور المنظومة المصرفية في تمويل المبادرات الرئاسية.